من يوم الخميس ما حدش عمل لنا حاجه، وقال لنا ده صوم ما خفكم عايزين نعمل عمليات مش عارفين. المفروض هم اللي يعملوا الناس الصايمه دي، مالها ومال الممرضات؟ طب الممرضات يعني احنا معانا اتنين تلاته هنا شغالين برضه، يعني مش هين عليهم ينزلهم فسايبين في كل اوضه واحده عشان تخدم برضه وتعمل، انما انت عندك الدكاتره تحت، الدكاتره تحت عندك 20 دكتور مالهمش دعوه بالاضراب وبيقبضوا ومزاجهم حلو وكل حاجه، ما تعملوا بقى للناس الغلبانه دي؟ لا انتوا مالكم مال الممرضات؟ عاملين معاهم بيعوموا على الهيصه. راجل ده رجله يوم الخميس اللي فات لقى اللي مثله قاعد برجل دي مكسوره 3 كسورات، وكل يوم يقول لك صومه صومه ومفيش حد بيعمل حاجه. الممرضات معانا هنا هم اللي شغالين، الدكتور يقول لك هتنزل عمليه بكره لا بعده، ومفيش حد بيعمل اي حاجه. محمد يا سيد مقطعك يا سيد، بقول لك نص يا 70 سنه يا 12 سنه، ما تشوفش شعر على الجبس بتاع الخليج. ما عندك الجبس اللي بره دي؟ قال لك لا تدفع 300 جنيه في الوقت فاضي، هجيبه 400 جنيه في اليوم. اه خاصه مرميه، هم في الوقت فاضي هجيبه. يلا اتحسن.